لي قناة شوف تي في، أهلا بكم في هذا البث المباشر من قلعة سراغنا. إذا متتبعينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من أمام مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بقلعة سراغنا. اليوم كتعرف إقليم قلعة سراغنا تسجيل أكبر حصيلة منذ بداية هذه الجائحة، واللي وصلت 82 حالة. يعني اليوم راك سجلت 73 حالة، فإقليم قلعة سراغنا كيسجل اليوم 82 حالة. المهم اليوم الموضوع ديال هذا المباشر كما كتشوفوا معنا متتبعينا من أمام هذا المستشفى، يعني كار انطلق من مدينة الرباط في اتجاه إقليم قلعة سراغنا. هذا الكار اللي كان ركب فيه واحد المواطن اللي من بعد ما خدا التحليله ديالو، وهذه رساله لجميع المواطنين بالالتزام. كل واحد خدا العينه ديال التحليله ديال الكورونا، فعليه بالالتزام في المكوت في البيوت حتى تخرج التحليله ديالو. هذا المواطن اللي يعني فاش خرجت التحليله ديالو جيت يقلبوا عليه لقاوه يعني شد الطريق في اتجاه اقليم قلعه سراغنا في هذا الكار اللي كتشوفوا امامكم. اذا متتبعينا كما كتشوفوا معنا في هذا الكار كان جاي من مدينه الرباط في اتجاه اقليم قلعه سراغنا. فتحيه كبيره للسلطات الامنيه والسلطات الاداريه وكذلك لجنه اليقظه اللي كتتابع الحاله الوبائيه في بلادنا منذ توصلهم بالخبر ان هذه الحاله المؤكده او هذا المواطن المصاب بفيروس كورونا في هذا القطار. فتم في نقاط المراقبه يعني توقيف هذا القطار ويعني القياده ديالو لهذا المستشفى باش خداو الركاب ديال هذا الكار العينه ديال التحليل ديال الفيروس. نتمنى وان شاء الله ما يكون حتى مصاب في هذا الكار، وكذلك نتمنوا الشفاء العاجل لهذه الحاله اللي كانت بها داخل هذا الكار. اذا متتبعينا كما قلت فهذه رساله للساكنه ديال اقليم قلعه سراغنا ورساله لجميع المواطنين، فمزيد من الالتزام، مزيد من التعاون مع السلطات الاداريه والامنيه. اليوم كما كتشوفوا معنا في بلادنا صبحت كتسجل واحد الحصيله كبيره، يعني وهذا تيرجع للتراخي ديال بعض المواطنين، ما تنعموش ولكن التراخي ديال بعض المواطنين اللي ما كيلتزموش بالاجراءات الاحترازيه وما كيتعاونوش مع السلطات الإدارية والأمنية. ومن هذا المنبر كنشكر كل الشكر لرجال الدرك ورجال الأمن الوطني وكذلك السلطات المحلية. فكنشوفوا هنا السيد رئيس الدائرة وقائد قيادة بني عامر، هذا الكار اللي توقف قيادة يعني بني عامر، ورافقوه رجال الدرك وكذلك السلطات إلى هذا المستشفى لأخذ العينات لكل الركاب ربما أو المخالطين لهذه الحالة اللي كانت بهذا القطار أو هذا الكار. إذن متتبعينا فكتعرف مدينة قلعة سراغنا أو إقليم قلعة سراغنا خلال 24 ساعة الماضية كما قلت هو تسجيل 82 حالة إصابة مؤكدة. فرسالتنا لساكنة قلعة سراغنا مزيد من الالتزام، مزيد من التضامن والتعاون مع السلطات المحلية. وكنشوفوا أن اليوم السيد عامل الإقليم منذ الصباح وهو بأزقة وشوارع الأحياء الشعبية بالمدينة في حملة تحسيسية وكذلك توعوية للساكنة. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من أمام المستشفى الأمراض العقلية والنفسية، هذا المستشفى اللي كتاخذ فيه العينات ديال التحليله ديال فيروس كورونا، حيث في هذه الاثناء تجرى اخذ عينات لركاب هذا الكار اللي كانوا انطلقوا من مدينه الرباط في اتجاه قلعه سراغنا، حيث ركب معهم واحد المواطن اللي تم الاخبار ديال السلطات المعنيه بان هذه الحاله مصابه بكورونا، وتم يعني توقيف هذا الكار ثم رافقوه السلطات الامنيه والاداريه الى هذا المستشفى. نتمنى الشفاء العاجل لهذه الحاله ونتمنى وكذلك
ما تكونش حتى حالة مخالطة له. نتمنى إن شاء الله ما تكونش حتى حالة مخالطة لهذا الشخص هذا. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر من أمام المستشفى في هذه الأثناء، ربما على حسب ما وصلني يعني هو 12 المخالط اللي كانوا معه في هذا الكار ولهذه الحالة. الآن كتتخذ العينات ديال التحليلة ديال الفيروس، فنتمنى الشفاء العاجل لهذه الحالة. ورسالتنا للساكنة، رسالتنا لجميع المواطنين، الفيروس بقي تهددنا وتهدد السلامة ديال وليداتنا وتهدد السلامة ديال خوتنا. إذا كنا واحد النهار كنحسبوا يعني كنفقدوا أحبابنا، كنفقدوا خوتنا، كنفقدوا المواطنين ديالنا يعني بالوحدات. اليوم أصبحنا كنسجلوا الوفيات بالعشرات، ونتمنوا لهم المغفرة إن شاء الله يا رب. وكذلك كنا كنسجلوا واحد العدد اللي هو يعني كنسجلوا 40 حالة 50 حالة، اليوم كنسجلوا ما فوق يعني 1000 حالة يوميا. فنتمنى مزيد من الصبر ومزيد من الالتزام بكل القواعد الاحترازية والتعليمات ديال السلطات الإقليمية والمحلية. إذن مشاهدينا وما بقى لي إلا نودعكم من أمام مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بقلعة أسرغنا، واللي خصته وزارة الصحة لأخذ عينات التحاليل لفيروس كورونا. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية البث المباشر من قلعة أسرغنا. إلى اللقاء.